ايضا معي الدكتور نبيل العربي الامين العام السابق لجامعه الدول العربيه. دكتور نبيل، يعني اهلا اعزيك، وسهلا. اتفضل يا فندم. يعني الحقيقه ايضا اكيد عرفت احمد زويل. اعرفه كويس جدا وكنا اصدقاء وكنت بعمل معاه في حاجات كتيره ودخلني في الجان معاه، وكانت بينا احاديث طويله جدا لان كنا اعضاء مع بعض في البورد بتاع الجامعه الامريكيه لسنوات، كنا نتحدث على كل احوال مصر. الحقيقه شخص فذ عالم قلما يجود الزمن بشخص زيه، وطني يعني لاقصى درجه، بيحب مصر ويشعر بانه يجب ان يخدم مصر دائما. لا تتصوري كان ازاي يتكلم في البحث، مناقشات طويله ومستفيضه بيني وبينه، واحنا على بنتراسل على طول. انا فوجئت بهذا الموضوع لما انا ما اعرفش والله فوجئت يعني. يعني كلنا فوجئنا الحقيقه، لم كانش حد يعرف ان هو مثلا تعبان تاني او في مشكله او انا فاكر يعني كان عنده حاجه وخفت يعني، ده صحيح وهو حكى لنا ده، ده حقيقي. على كل حال دي خساره كبيره جدا للعلم ولمصر ولكل المصريين وكل محبي العلم في العالم. في تقديرك يا دكتور، كيف يمكن تكريم احمد زويل؟ والله انا لسه لازم افكر في هذا الموضوع، في امور كثيره جدا لازم الواحد يفكر فيها تكريمه. اولا يعني انا افتكر ان لابد من يكون جامعه باسمه يعني، ولابد من انه وزاره التربيه والتعليم تشوف هو ازاي تدرس ازاي هو طلع من البحيره ودرس ووصل الى اللي وصل اليه، لابد الاستفاده منه للمستقبل. جايزه باسمه الحقيقه، في حاجات كثيره الواحد ممكن يفكر فيها. انا فوجئت فجاه يعني شديده بهذا الخبر اللي احزنني كثيرا جدا جدا. واحزننا جميعا. حياتنا جميعا. اشكرك يا دكتور نبيل العربي الامين العام السابق لجامعه الدول العربيه.